السلام عليكم. 27/3/2020 يوم الجمعة، المفرزة الطبية التوعوية بالاشتراك مع اتحاد طلبة بغداد الأبطال. احنا مستمرين بالحملة لليوم التاسع على التوالي، حملة تعقيم وتوعية وإرشادات صحية. مستمرين بهاي الحملة يوميا، فحص جميع الثوار اللي موجودين داخل الساحة يوميا. أقدر أقول لك خليك في البيت، خاطر عائلتك خليك بالبيت، وخاطر الأطفال موجودين عمود نبقى بالبيت، خاطر أهلك كبار بسن نبقى بالبيت، خاطر الشهداء خليك في البيت، خاطر وطنك خليك في البيت.